وإلى اليوم نرى شاهد قول ربنا تبارك وتعالى سنريهم. وهي في سياق الحديث عن أدلة إثبات أن هذا الكتاب مصدره الله. سنريهم آياتنا في الآفاق، وهي كثيرة، وفي أنفسهم الأفق القريب هو نفسك، آفاق أخرى، آفاق النظر في نفسك وهو أقرب أفق للنظر. إنسان إذا فقد الرؤية من قرب فإنه كيف ينظر البعيد منه. ونجد في كل في كثير من الآيات مفاتيح النظر في الآفاق، مفتوحة الجديد. ولذلك يقول بعض العلم بالتفسير: من جعل غايته في التفسير الحديث المعاد فقد عطل المراد. من فيض القرآن الذي ليس له نفاد تعطل، قل لو كان البحر مجادا لكلمات ربي لمعاني الكلمات. هذا أحد التفسيرين، هو الراجع عندنا، لأنه جاء في سورة الكهف التي هي سورة العلم المزدوج. إذن لو انتقلنا من هذا التعريف الأولي الذي قلنا فيه علم التفسير، علم يعنى بألفاظ القرآن وكلمه إفرادا وتركيبا، أي ونظما، استنباط دقائق منه بحسب الاجتهاد للوقوف على المراد، مراد الله، إيجازا حينا وبالبسط أخرى، بإيجاز أو بإطلاق. هذا هو المأخوذ به الآن فيما ترجح لدينا من حدود وضحت. نعم، نرى أبا حيان في البحر جعل في حد هذا العلم الوقوف على أداءات اللفظ واختلافه وكرائيا، فقال علم يبحث في ألفاظ القرآن من حيث أداؤها واختلافها ودلالاتها، فجعل الأداء من علم التفسير، في حين جعله بعضهم من علوم الاستنتاج بل ضيق بعضهم، فقال إن الذي هو من غرض المفسر في علم القراءات هو ما يرجع للاختلاف الدلالي، أما اختلاف الأداء واختلاف اللغة واختلاف المصاحف إلى على قول، هذه ليست من غرض المفسر النظر فيها، إنها لا تعينه على الدلالة. قشم مثلا: فتبينوا فتثبتوا، ننشرها ننشزها، تبينت الجن تبينت الجن، هذه أشياء اختلافات يعني تعين في باب الدلالة، لأن الدلالة المختلفة في ألفاظ القرآن تكون باعتبار كأنها المصحف الكبير للقراءات المتواترة، لأن القرآن منزل بأحرفه التي تواترت إلينا، وما شد فلن نتبع شدوده ولن نقول به، وإنما نعتبره في مقامه بحسبه، وكأنه بحسب الإسناد نستعين به تفسيرا كأنه أحاديث مرفوعة وصولا، ولا نعتمده قراءة أو تعبدا. والمنهج الوسط منهج سيدنا بن عطية، أنه حيث لم يدخلها في التعريف ولكنها أدخلها في المدد، في مدد التفسير، فكان لا يترك قراءة شدت أو تواترت أو اشتهرت إلا وذكرها، حتى كان مصدرا من مصادر القراءات الشاذة، هذا مصدر المصادر، ويعزوها إلى أصحابها ويقف عندها في البيان ويتوسع في المداليل والوجوه الدلالة حتى لا يقول قائل. وفعلا لأنه وقوف على مراد الله، وقد يكون مراد الله ليس واحدا متكثرا، قال لكن مراد الله واحد هنا،